السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. حلقة البرنس الجديدة هتلاقوها في الوصف تحت. الحقيقة مش أنا اللي بنزل الحلقات دي، اللي بنزل الحلقات دي واحد اسمه محمد نصير، ولكن أنا قلت أفيد واستفاد. يعني المهم قبل ما نتكلم عن مسلسل البرنس، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتدعمني لو أنت أول مرة تشوفني. أهلا بكم مرة تانية. هنتكلم النهاردة عن مسلسل البرنس، وهل محمد رمضان جدد السنة دي في مسلسل البرنس ولا حصل ايه؟ ولكن من وجهة نظري المتواضعة التي ليس لها علاقة على الإطلاق، هناك كيمياء متواضعة ما بين محمد، كيمياء كده جميلة جدا ما بين محمد سامي ومحمد رمضان، وطبعا شفناها في مسلسل الأسطورة. يعني لو هنتكلم عن مسلسل الأسطورة حاز بي نطاق جماهيري كبير جدا، بالذات خناقة رفاعة. يعني خناقة رفاعة جايبة لحد الآن 100 مليون مشاهدة. يعني المشهد الوحيد في الدراما في العالم العربي كله اللي جايب 100 مليون مشاهدة. يعني خلينا نكون منصفين شوية يعني في الحاجة اللي احنا بنقولها. في البداية عايز اتكلم عن دور نجلاء بدر والدور المختلف تماما عن شخصية نجلاء بدر، غير الادوار الهشك بشك اللي بتعملها تماما يعني. ودي حاجة تحسب لي محمد سامي ومحمد رمضان بظهور وجه اخر لي نجلاء بدر. طبعا انتوا شايفينها في الفتوة عاملة ازاي يعني. اي نعم هي ماتت في الحلقة السابعة، ولكن الدور كان جميل جدا بالنسبة لنجلاء بدر. يعني شفنا حاجة مختلفة لنجلاء بدر. لو هنتكلم عن روجينا واحمد زاهر، يعني روجينا عاملة دور مختلف تماما برضو عن اللي هي بتقدمه، واحمد زاهر معامل دور مختلف تماما عن اللي بقدمه. اجتمع رواد السوشيال ميديا كلهم او الناس على السوشيال ميديا، وانا شخصيا اجتمعنا ان روجينا واحمد زاهر عاملين كيمياء جدية مضحكة، لدرجة ان الناس بتقول ان هم عاملين ادوار مضحكة اكتر من المسلسلات المصنفة كوميدي يعني. وتحية خاصة طبعا لصاحب الفضل، ربنا يكرمه يا رب ويخليه، قصدي ربنا يرحمه. طبعا والحمد لله محمد سامي ما جابش مي عمر في المسلسل المرة دي يعني، ولكن جاب اخته. ولكن هو ما جابش مي عمر من فراغ يعني، مي عمر مشغولة في مسلسل الفتوة عاملة دور 10/10 يعني. هناك لو هنتكلم عن رحاب الجبل، رحاب الجبل عاملة دور عمرها يعني في المسلسل ده. كرهتها ولا ما كرهتهاش؟ كرهتها، يبقى نجحت خلاص. ادوار طبعا عامل دور اللي هو ايه، اللي واقف على الحافة، اللي هو مش عارف لهو مع مين ولا مع مين، ضد مين على الحافة كده، لهو لا مع ولا ضد، وعامل ميكس غريب كده ما بين الأورانية وما بين الطيبة وعزة النفس. برضو عزة نفسي ده الراجل متجوز رقاصة، مش عزة النفس، انا قصدي الطيبة والحنية الزيادة. يعني عنده حنية ومشاعر كده يعني، لما تشوفه في مشهد قتل عيلة محمد رمضان وازاي كان بيعنف اخواتهم بعد القتل، اتحول برضو واخدته الحتة الانسانية اللي جواه ان هو يعترض مع احمد زاهر واخواته يعني. ونور طبعا زي القمر بالرغم من تقدمها في السن اللي مش ملحوظ تماما، بعيد عن الناس اللي هي بتاعتنا، اللي هي اول ما تكبر في السن كده اللي مليانه وشها بوتكس وحركات وشقلبزات، لا تحس ان هي ايه لسه نور بتاعه زمان، الطفله البريئه اللي تحب تبص لوشها كده صراحه. يعني انا بحب نور جدا. طبعا المسلسل بالنسبه لمحمد رمضان المسلسل مختلف تماما عن اللي كان بيقدمه محمد رمضان في المسلسلات اللي فاتت. بالنسبه لو ادوار البلطجه، سيبك من ادوار البلطجه، ولكن انا بتكلم عن المساحه اللي موجوده ما بين الابطال في المسلسل. يعني انت ممكن لوهله كده تحس ان البطوله لاحمد زاهر مش لمحمد رمضان. يعني محمد سامي عامل منظم الحوار جدا، هو الحكايه كلها ان الاخراج والسيناريو والحوار بتاع محمد سامي كل واحد واخد مساحه كبيره جدا. مش محمد رمضان بس اللي ظاهر في المسلسل، ولكن لما تيجي تتكلم هتلاقي روجينا عاملة مسلسل تاني لوحده، واحمد زاهر في حتة تانية خالص. يعني بالرغم ان روجينا ما تقبلتش مع محمد رمضان، ما حصلش في تقابل ما بينها وما بين محمد رمضان. ممكن في الحلقات الجاية يبقى فيه
تقابل ما بين روجينا ومحمد رمضان. مش عايز اتكلم برضو عن الهفوات اللي الناس بتجيبها على السوشيال ميديا، زي العربية دخلت نوع وخرجت نوع تاني، او الجهاز رسم القلب ان هو محمد رمضان حطه في ايده، ولكن ربما تكون دي حاجات عاملها محمد سامي او متفقين عليها محمد سامي ومحمد رمضان علشان الناس تتكلم عليها في رمضان، علشان كنوع من الدعاية يعني. ما تشغلش دماغك في حاجات يعني تعتبر تافهة يعني، مش مجدية بالنسبة للنقد يعني، للعمل النقدي. طبعا بالنسبة للأحداث اللي جاية كلنا ممكن نتوقع الأحداث اللي جاية كلنا ممكن نتوقع التوقع الصح يعني. أحلى حاجة في ميزة مسلسلات محمد سامي إن أنت ممكن تتوقع اللي هيحصل بعد كده إيه، زي طبعا السنة اللي فاتت ما شفنا في ولد الغلابة إخراج محمد سامي طبعا وأحمد السقا، كان الناس كلها متوقعة إيه اللي هيحصل بعد كده. ولكن عايزين نتوقع احنا برضو، لو انت شايف توقع ممكن تكتبه في الكومنتات تحت. انا بالنسبة للتتر او البرومو اللي انا شفته محمد رمضان طبعا بعد المشكلة اللي خرجوا اللي معرفوش يخرجوا منها بعد نجاة محمد رمضان وبنته، اكيد محمد رمضان هيطلع. احنا بنشوف صورة كلنا اللي هي الصورة دي، احمد زاهر مكوش حواليه الفلوس والناس، اكيد عملوا حاجة علشان ياخدوا الورث من محمد رمضان، او محمد رمضان اتنزل لهم على الورث. بعد كده محمد رمضان هيخش السجن، هيتقابل مع اخو نور هناك. بعد كده محمد رمضان هيتفق مع نور ان هو عايز يتجوز نور، هيتفق مع اخو نور ان هو عايز يتجوز نور. من اللقطة دي برضو ما هو مش هيحضنها من فراغ بقى يعني. الله يعني المسلسل هو ماشي على رتم كويس حتى الان، والمسلسل اللي هو شدك عايز ان انت كل حلقة بيختم لك النهاية بشكل جميل جدا. محمد سامي الصراحة ان انت بشوقك لي الحلقة الجاية بشكل رهيب جدا يعني. في مسلسلات محمد رمضان مش متعودين للشدة اللي هي ايه تكون بالمعنى ده، ولكن انا خايف ان الصراع يهدى شوية ويروح في مكان تاني خالص. ولكن زي ما تعودنا طبعا في حاجات محمد سامي او محمد رمضان ومحمد سامي يعني، لو شفنا ولد الغلابة الناس الصراع خلص بمقتل اللي هو كان الضاحي تمام، وهادي الجيار كان ممكن يكون في صراع بعد كده ما بينهم، ولكن المسلسل اخذنا لحتة تانية خالص. وبرضو في الاسطورة لو نفتكر ان المسلسل يعتبر عند المشاهد انتهى عند فقرة محمد رمضان لما اخذ بطاره من اسمه ايه ده ولبسه، اللي هو اللي لبسه الفستان، الاسماء طايعه مني دلوقتي. ولكن دي كل الحكاية بالنسبة لمسلسل برنس. لو انت في اي حاجة ممكن تسيبها لي في الكومنتات تحت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفوا الحلقات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.